تعرف يا أوس، لما قلت لي بدنا نعمل جولة بأنقرة توقعت نزور أماكن غير هي، مثلا أرجنتين، تونالي أو حتى الضريح. بالأول حبيت ورجيها أنقرة من فوق، خليها تاخد فكرة عامة عنا، ومنرجع كل يوم نتنقل فيها قرنة قرنة. شكرا أوس، عن جد فكرة كتير حلوة، كمان شكرا إلك مجد. أنا اللي بدي أتشكرك لأنك بقيتي هون. وأنا كمان لازم نشوف من هون الحديقة العامة بأنقرة، ما هيك؟ ايه مزبوط، ليك هنيك. وينها؟ ليكي جنب هداك البرج. شو؟ ان شاء الله عجبوك الفطاير؟ كتير طيبين. أوس، شي مرة لازم نروح على محل الكباب يلي بساحة تشيلي. ايه منروح، انا حاطط هالمكان ببالي. والله الأوس مو قليل. بكرة لما نخلص جولتنا هاي رح نعمل لها امتحان لنشوف اذا صارت من سكان انقرة ولا لا، وممنوع تساعدها. والله انا ما عم صدق انه انت اخوها لالينو عايشين بنفس البيت. وانا كمان مستغرب للأسف. الشي يلي ما عم افهمه انه ليش لين حبة سميح وعم تركض وراه؟ شي غريب. طنجرة ولقيت غطاها، منشان هيك ما في داعي تستغربوا شي. بس لو أعرف شو اللي عاجبها بهيك واحد غبي. يا حبيبي يا أوس، كل النسوان هيك، بس نعم على قلبهم ما بيعودوا بيشوفوا عيوب اللي حابينهم. كأنه أفكارك عن النسوان متخلفة شوي. لا مو قصدي كل النسوان يا أليسيان. أنت شو رأيك أوس؟ رأيي نروح على محل الشرقيات، لأنه عن جد في عنده شغلات كتير حلوة. يلا. ليش أوس ما طلع من الدكان لهلأ؟ لأنه يا ستي لقى كتاب كتير مهم، صار له زمان عم يدور عليه. قلتك بتأخر شي؟ ما بعرف، بس أنا كمان دليل سياحي بيعجبك، إلا إذا مليتي مني فهذا شي تاني. أنا مستحيل مل منك مجد. بالله؟ شلون هيك؟ هالشالات شغل كوتاهيا. نسيتي شو قلتلك؟ قلتلك هون ما رح تحسي حالك غريبة، الهوا نفسه والمي نفسها وحتى الشالات نفسها. بس أنا حاسة إنه كل شيء مختلف، الناس غير، التعامل غير، رفقة غير، يمكن صعب التعود عليهم. بكرة بتتعودي على كل شيء وبتصيري جزء من هذا المكان. على فكرة أليس، إذا شي يوم خطر ببالك ترجعي على كوتاهيا رح أمنعك حتى لو اضطريت إني أحبسك.